هو كنجيو مع الاصدقاء شويه للبحر شويه ديال السفر، راك عارف بنادم مع الصيام ورمضان انسان كيجي شويه كيبدل الروتين، وفي نفس الوقت كي شويه ديال السبور راك عارف الرياضه والمسائل، هذا هو اللي كاين حبيبي. ضروري كتبدل شويه الجو ودوز شويه وعايش بنادم شي دار في الخدمه بنهار راك عارف، فالعشيه كيبغي بنادم يبدل الروتين باش تبقى ناعس، وهادي لا اللهم كتبدل الجو شويه شويه ديال السبور كما قلت لك، الرياضه مع الاصدقاء كما كتشوفوا راه هما فهمتيني، بنادم كيدوز شويه وقايش مع العشيه كتجيبها مع الفطور غاده ديزا ماشي مشكل، ماشي بنادم ما خصوش يدير بالو مع داك شي ديال الحراره، وادي عمرك ما تدخل معاهم الصيام ماشي مشكل، الصيام ديال الله الانسان صيام الاجر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم. لا دابا العمان ما كاينش دابا الساعه حالا كاين شويه كما قلت لك كره المسائل حركات كدوز وعايش مع الدراري وصافي. نصيحه الشباب كنقول لهم يبعدوا من التدخين، يبدلوا شويه الروتين فهمتيني، هذا الشيء ديال المخدرات وهذا الشيء اللي غيضرهم ما عندهم ما يديروا به. انسان دابا فهمتيني شويه ديال الكره السبور ربي شويه فهمتيني، انسان حيت باقا جاي الوقت انسان غادي وكيكبر، هذا هو المهم. وكنصح الدراري والشباب كاملين بان ما هذا ديال التخدير وادي حاولوا يبعدوا منه، بنادم يشبع شويه السبور وادي ربي شويه الرياضه. الله يحفظك خويا بالصحه تبارك الله على عشراني. اوه هذه خويا السعيد كيف 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 الاجواء ديما اجواء رمضانيه، البحر راه ديما حنا ولاد البحر ملي كنا صغار واش نطلعوا واش نهبطوا للبحر، واخا الصيف والحراره ديما 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 البحر يجي مع الثلاثه كتبقى شي هذيك الخمسه فهمتيني، تبقى شي هذيك الخمسه صافي تطلع تجيب الفطور صافي هذا ما كان لا هو راه حنا كنجيو للبحر باش نتفاداو هذيك الطرمدينه الفرده يقول لك اش كنجيو للبحر باش نتفاداو هذوك النزاعات اللي قرب الاذان، راه هذاك الشيء اللي كاين وصافي. واش نقول لكم انا كنطلع هو هذاك اون فورم ما كاينش فهمتيني، كاينش مشكل كنطلع كندوش بخير. بحر اجواء زوينه في رمضان اخويا، على البحر مزيان الوحيد هذا هو المتنفس الوحيد ديال برناوسي والنحله هو هذا اللي باقي فيه الضوء والله العظيم حنا ديما 20 عام هنا كنلعبوا في البحر دابا خويا ما عندنا رمضان عادي اللي بغى يتريني يجي يتريني مرحبا به. الصيام عادي الصيام ما الصيام الصيام ما كيدير والو اللي مولف شي حاجه ما عمو يدير شي حاجه. كنشكركم انتم القناه لا خويا البحر ما تنزيوش نفرغوا فيه المكبوشات اللي عندنا هنايا مش خافش، حنايا دابا مشكل عندنا واحد ما عندناش دابا حنايا ساكن في اناس ما عندناش متنفسات اخويا، تنجيو من دابا ديبلاسي من اناسك باش نجي نفرغ المكبوشات اللي في البحر انا والصديق اللي هنا انا والصديق ديالو دابا الصديق في رمضان حيت ما عندناش متنفسات غنبقاو في الدرب غنقلبوا على الصداع غنقلبوا على المشاكل، هذاك الشيء اللي كاين تنجيوناش نفرغوا داك الشيء اللي عندنا حنا بخير الحمد لله. داكشي اللي كاين اخويا وضحك الحمد لله تفيقوا داكشي باذن الله عاوتاني ما تنسخفوا ما والو عاوتاني الله هو اللي شي صبرك فهمتيني، تصور معايا من ربعه وحنا عاوتاني لاعبين كره باقي ما سخفنا ما والو داكشي اللي كاين اخويا الله يعطيك الصحه. القضيه بغيت نقول انا جا واحد الاشكال كيدور لي في راسي فهمتيني، والبارح كان البحر عامر عامر البحر ما تلقاش فين تلعب فهمتيني ولا لا، والجامع مسدود ما فهمتش انا العشاء ما عرفش ما عرفش علاش مسدود ما عرفش، هذا التساؤل هو اللي كاين في بالي انايا ما عرفتش علاش الجامع مسدود والبحر عامر وشي شي فضاء اخرين عامرين والجامع مسدود ما عرفناش علاش.